بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا المحترمين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم ستار كيت، هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم سبت بداية من الساعة 10 صباحا، والذي نستضيف فيه كل الطاقات الشبانية التي تحلق في سماء هذا الوطن الطيب. سعيد جدا باستضافة المبدعة والممثلة الصاعدة من ولاية بومرداس الحديث عن أروى مهراوي. أهلا وسهلا بك أروى. شكرا ونشكركم على الاستضافة، واليوم راني متحمسة باش تعطي لي تانيك أسئلة، وتانيك اليوم حنديرو جو شباب، وراني تانيك متحمسة كيف حتعطي لي الأسئلة باسكو ما على باليش. أيوة. معناتها راني بزاف متحمسة، وتانيك جو بونس بلي تانيك أنا تانيك حنعطيك أسئلة. أيوة هذه وين راي أروى، راه مباشر وراك بديت صعب عليا. سمى بشوي بشوي بها. أول حاجة أروى راكي منورة ما شاء الله، راكي جاي ديجا مع الخلفية تاع ال أيا مليح. شفتي الحصص قبل لبستي كيفها ولا؟ لا بالصدفة. والله ما بالصدفة، صدفة لها. أيا باهي مليح. أروى أول مرة في ولاية الوان؟ إيه أول مرة في ولاية واتشوف، وجاتني ولاية رائعة، الصحراء ديالها الله يبارك، ناسها الله يبارك عليهم، ناس خير وناس مرحبين، وتاني كعجبوني بزاف ناس واتشوف، نعطي لهم كاع تحية اللي راهم يشوفوا فينا اليوم. وتاني عجبتني الأكلة ديالكم اسمها لو كان نجيبها نحبس الحس. وش هي الأكلة؟ ميلا. ميلا هاي لا بو مرداس كليتو بو مرداس. الملة. الملة. وش الحاجة الغريبة في الملة؟ الحاجة الغريبة في الملة هي كشغل طيب في الرملة، بصح كي تاكلها قطرة الرملة ما كانش. والسبب الله أعلم، ولا عندك السبب؟ عندي السبب. أيوه. باسكو العجينة كي تكون سخونة ترمي كاع الرملة ما تقدرش ترسق فيها. هذاك هو السبب اللي ما نلقاوش فيها الرملة كي نبداو ناكلو فيها. بصح عجبتني، أنا البارح رحت الصحراء كليتها قلت لهم زيدولي زيدولي. قالوا لي ما حبيتش تشبع من الملة. إي بصح باسكو بنة وشغل حاجة ديليسيوز. تسمى تبقي عندنا هنا أروى ولا ترجع؟ اللي لاحظت اليوم رانا رايحين في الليل، مي كنت حابه نقعد بزاف ان شاء الله. أروى كان ياسر عبيد الله يشوف فينا الان، مش عارفه أروى خصوصا الجماعه هنا تاعنا تاع ولايه الوالد، نتعرفوا على أروى، اسمها لقبها منين جيتنا وش المواهب تاعها وعتى الا جت. صح، انا معكم اروى مهراوي، في عمري 11 نقرا 11 سنه، نقرا في سنه اولى متوسط، نسكن في ولايه بومرداس. الفتاه الوحيده اللي الام والابنه مع الام والاب، معناتها وحدي في الدار، ما عنديش خوتي. ايوه ما كنتش باش نجي النقطه هذه بصح خلاص افرتيها باش نروحوا لها. ايوه اوكي. وتاني نسكن في ولايه بومرداس بلديه قرطو. مغنيه ولا ممثله؟ شوف انا يا مغنيه وممثله، نغني اغاني تدراري صغار، وتاني كممثله ونحب نمثل ونحب نمارس زوج المواهب ديالي، باسكو نحب نتوا. بصح قرايتي اولاتا، وقرايتي كيما حنا نقولوا قرايتي نمبر 1، وتمثيل المواهب ديالي نمبر 2. ايوه تسمى نروحوا بالنقطه بالنقطه، بما انك بديتي تحكي على النقاط وبديتي تحرقي لي في الاسئله. نبدو بالاخوه. أروى وحدك في الدار؟ إيه بصح كان حابة يكون عندي أخواتي ولا أخواتاتي، باسكو نحب يكونوا معايا باسكو نحس بالملل. بصح بعض صديقاتي يقولوا لي أروى عندك الزهر وحدك في الدار، ماماك تقلشك، بابك يقلشك، مي أنا يعني نحب يكون عندي أخواتي، نشارك معاهم، نلعب معاهم، شغل نستمتع، ماشي نقعد وحدي في الدار. صح عندي زوج قطوط، بصح نحب تاني كي يكون عندي أخوات، مي كيما ربي سبحانه قال المؤمنون إخوة، وكاع الناس يكونوا اخواتي والى اخره. باهي تو نطلبوا من عبد الرزاق انه يعطينا خلفيه موسيقيه للاناشيد اللي راهي جديده لأروى، راح نسمعوها. أروى وقتاش تعرفنا على أروى؟ بدينا تعرفنا على التمثيل ولا على الغناء الاول؟ انا يا بديت بالغناء. بدينا بالغناء بعد رحنا للتمثيل. الغناء كيفاش عرفتي؟ انا يا كنت من صغري كنت نغني، كنت كنت مفرطه الحركه، معناتها كنت نفرط في الحركه بزاف، كنت نغني، كنت نشيطه، كنت حيويه. ماما رو ماركات كاع هذوك الحركات، وشفت بلي عندي صوت شباب. بعد ديك جات كراميش الجزائر، حبيت تخير دراري صغار باش تولي تغني لهم اناشيد في الجزائر. وانا هي الفتاه الوحيده اللي لحقت 3 مليون في اليوتيوب بالاناشيد ديالي تاع التعويويه للاطفال ولا للاصدقاء ديالي، باسكو مازالني صغيره.
وتانيك ومن بعد تيجي تكون حولك التمثيل. يقول لك دائما أروع عندها معرفة ودخلت التمثيل. نو أنا دخلت بالتمثيل بالموهبة ديالي وديجا درتها صدفة، درت كاستينج نورمال. من بعد تيجي كيطولنا ديريكتمو ألو صافا حابين بنتك دير معنا كاستينج منا. وش هو أول عمل؟ أول عمل ليا زعما في التلفزيون هو إن بوبليسيتي بوبليسيتي تاع جو تاع ياهورت. ومن بعد تيك بديت انتشهر، قاع تصاوري رجعوا في الاعلام، قاع في الجي قاع يوليو يعرفوني. تانيك لي شونسون ديالي داروا البوز، كانوا يعرفوني بلي شونسون من ان تانيك. الطفال الصغار ولا اصدقائي هذوك الصغار كانوا كانوا يقولوا هذو اللي تغنيها بلتوني. كان اغلبيه الناس يعرفوني بالاناشيد اكثر من التمثيل. جميل جدا. اروى بين ليلة وضحاها كنت اروى في الدار والتي اروى مع الناس كل، اروى تاع الناس كل. كيفاش تعاملتي مع شيء هذا وانت في سن صغيره جدا وراكي تروحي تقري في المدرسه وتشوفي في اصدقاء وما الى ذلك؟ اي با نهار الاول تاع المدرسه ديالي سورتو كي دخلت للسيام شغل شغل اساتذه بزاف، كاين مراقبين، كاين رؤساء القسم. بون شغل شغل راحت لي شويه، شغل ما فهمتش حاجه جديده، مغامره جديده. مي شغل كاين صحاباتي اللي يعرفوني باسكو قراو معايا الابتدائي نعرفهم، وتاني كي يعرفوني على المدرسه شغل شغل تاقلمت. ومن بعد تيك تاني تعرفت على صديقه تجدد واستمتع بزاف فيا وشغل مرحله جديده مع اصدقاء جدد. ايتي سو كول. جميل جدا. نروحوا اروى بما انه كان ياسر ايجابيات خصوصا وانك دخلتي المجال الشهره، كاين ثاني انتقادات؟ نعم كاين انتقادات، مي كيما حنا نقولوا نجنبوهم نتجنبهم. ابرز الانتقادات اللي تسمعها مروة؟ بعض الانتقادات، بعض الانتقادات في اخر حلقه من الدوزيام سيزون تاع خالي. أيوة. كي بديت نبكي لا ثروزيام سيزون تاع خالي اخر حلقه ولا دوزيام حلقه الدوزيام سيزون كانت. أيوة. كنت نبكي لا دوزيام سيزون. قال لك انا ما كنتش على بالي وماما خبات عليا باسكو ما كانتش حابه تقول لي، حبت حسبتها شغل حتى اثر عليا. خرجت برا نلعب في امان الله، حتى قالت لي اسكو انت وحده صاحبتي، قالت لي بعيد الشر قالت لي واسمو، قالت لي اسكو انت مريضه بعيد الشر بالكونسير. قالت لها شنو؟ طلعت كيما خليتها هي واقفه، طلعت ديريكت ماما قالت لها شنو هذا ماما شنو ما فهمتش تخلطت لي. قالت لي اي بان داروا عليك اشاعه وتو بصح كاع الممثلين وكاع الناجحين يديروا عليهم اشاعات، ماما ستكون كذبه بصح الناس بعض الناس يقدروا يامنوها، مي حنا نقدروا نجنبوهم. وتاني حتى تدخلي في هذا الدومين تاع التمثيل والغناء والمواهب لازم يكون عندك ثقه نفس ويكون عندك شخصيه قويه باش تقدري تتجنبي كاع 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 الاخطار اللي يجوك. جميل. نروح لواحد الانتقاد اخر. قلتي اول حاجه خدمتها اعلان ببليسيتي، يقولوا انه اروى والمناجير تاعها يا هي امها يا هو عبد الرزاق. يقول لك يطلبوا ياسر الدراهم. غاليه اروى في الاعلانات، وش تقول؟ انا لا ماشي غاليه، بو هذه اشاعات اشاعه. راح تاكد لنا ماما بعد دوك. شوف كي مرانا في اللايف نقول لكم ملي هذه اشاعه وماشي حقيقه. بو انا انسانه متواضعه، الانسان يكون عنده البري ديالو يكون عنده البري، ما عندوش نورمال، مهم يكونوا يشجعوا فيه ويشجعوا على البرودوي ديالو لو حاب يطلعوا هذا مكان صح. نروحوا للنقطه الثالثه، يقول لك اروى قدام الكاميرا تحب الناس كل الناس كل اصدقائها، لكن في الواقع وفي المدرسه اروى متكبره ومتحكي مع حتى واحد. لا انا مش متكبره، ودوك تيكهم لهنايا اللي كان صديقاتي يشوفوني لهنا في اللايف يقول لك اروى مش متكبره، وانا نهضر مع اي انسان يحب يسقسيني على يشارك في ايروزيوم ولا يحب يسقسيني باش يشارك عنده موهبه ويحب يشاركها ولا عنده اي حاجه انا نعاونه حتى يلحقونا وحب. مي مش متكبره، وانا انسانه متواضعه ونستقبل اي انسان ومشي متكبره. باهي. نروحوا لأروى يا سيدي. أروى ياسر يسقسوا فيك أول ما حلينا البث المباشر، أروى على معدلك. بون كيف تحب نعطيك المعدل تاع السانكيام وبروميير ولا كيف تحب؟ أعطينا تاع البروميير نحوسوا على تاع الأخر بعد. بون هذا العام جبت 17 فاصل. كيفاش كانت ردة فعل ماما على المعدل؟ بون أنا كنت حابة نجيب 18. أيوا لا غالب ما صدقتش وجبت 17. ومليحة هي مليحة بصح شغل ضيق لك شوية. باهي. أروى بالنسبة للمجال العملي والمجال الدراسي كيفاش تقدر؟ راح نسمع منك الكلمة ومن بعد راح نسمعها ثاني من عند ماما اللي راح تدخل إن شاء الله بعد الفاصل. كيفاش توفق أروى بين القراية
وبين ثاني العمل. بون قرايتي هي نمبر 1 وهذا هو المهم. اه قرايتي هي نمبر 1 ولازم نفرق بين قرايتي باسكو الا ما نفرقش بين قرايتي نكون صح نولي ممثله ناجحه وكاع الناس يعرفوني، بصح الا ما نكونش قاريه وما نكونش عندي قرايتي وعندي الدبلوم ديالي ما عنديش قيمه في المجتمع. انا لازم نكون عندي قرايتي ونكون ناجحه في حياتي، وهذه ثاني نعطيها نصيحه لكل الناس ماشي غير في التمثيل، بصح لازم نكونوا قاريين وكما ربي سبحانه وقال الكلمه الاولى هي اقرا، وثاني قرايتنا هي نمبر 1 وتعاوننا في عده حاجات تخلينا حتى نطلعوا الخارج. ما تنصح اي انسان الجماهير كاع اللي راهم يشوفونا كملوا في قرايتكم حتى اذا كانت متعبه، بصح في النتيجه في الاخر تلقاو نتيجه. اروى حابة تكوني خارج الجزائر ولا كيتي على الخارج؟ هي جزائر بلدي مي بيك شغل نحب نكون نحب نعمل يكون لك اعمال في الخارج. اكيد يكون عندي اعمال في الخارج، عندي منحة خارج هاك. نعم ان شاء الله نشوفك في اعمال دولية يا ان شاء الله يا اروى. روحوا اروى الاحسن عمل اغنية ومن بعد نروحوا للمسلسل. بون الاغاني اللي قدمتهم واحسن اغنية اللي نحبها انا بزاف هي كان بزاف اغاني. اعطيني واحده. يا ماما طلي الوان ولا هبلتوني ولا ماما جابت لي خويا صغير باش كنحب بزاف ادير صغار. هذه راهي شر الماما غير ربي. انا نحب تانيك ماما جابت لي خويا صغير، هذيك ام شوجه الشابه ومن صغري كنت نحب نغنيها مع ماما، هي ماما اللي كتبتها لي. أيوة. ومن صغري حتى كتب ربي وغنيتها مي شغل هذيك هي افضل انشوده وقال عندي كاع انا اللي نحب هذيك الانشوده هي اللي نحبها. باهي نروحوا يا سيدي للمسلسل افضل مسلسل. بون افضل مسلسل جوزته في العام اللي فات والعام اللي فات هي خالي، مسلسل خالي ثاني كليب تكنيك نعطي له تحيه كبيره باسكو كانوا هايلين كانوا يلعبوا معايا تو ثاني خالي خساني صح كان يعيط عليا كان يعلمني انا شوف كي كان يعيط عليا ما كنتش نبكي ما كنتش نتاثر باسكو هذا كان كمعلمي وكان يعلمني حاجه جدد منه تعلمت بزاف حاجه جدد وهذا صافي بليزير. لو كان راهو يتفرج فيك خساني واش يقول لي؟ نقول له تحيه لك خالي نحبك ونموت عليك ها والله. ايوه الروح سيدي الاروى تقريبا اصعب حاجه في التصوير يقولوا حفظ السيناريوهات. هو شوف هي ماضى في الماضي صح كانت شويه صعبه عليا خصوصا وانا صغير سنك. اه بصح كي كبرت ومازالني صغيره بصح كي كبرت ومنا شغل البلاد جيني سهله وتاني كعاونتني بزاف في دراستي في الحفظ صح انا ما نحبش مواد الحفظ بزاف نحب كلمات لغه دولي نحب حوايج تخدم المخ. اه تخدم المخ مي عملتني بزاف الحفيدة وخفت لي بزاف راسي شغل تاني كسيناريوات دوك هذيك ما ولاش حاجه تجيني صعيبه كيما كي كنت صغيره كانوا يجوني بزاف سيناريوهات وما الواعرين بصح دوك هذيك كي طورت وكنت طورت بزاف وليت تاني كسيناريوهات 5 دقائق نحفظهم مي شغل هذا تاني كيفيدك مليح. اروى نشوفوا ياسر صناع محتوى الان راهم دخلوا العالم تيك توك وبالخصوص عالم لي لايف تيك توك، هل راح نشوفوا اروى في التيك توك ودير لي لايف ولا لا ولماذا؟ شوف انا اشك ما نقدرش ندير لي لايف ما نحبش سورتو في تيك توك ونقولوا ندير لايف في الانستغرام وي مي في تيك توك ما نحبش سورتو هادو ليامات كيما راك تشوف هم يديروا غير الحاجات التافهه كيما انا مرفين يخرجوا لي حاجه تافهه وانا ما نبغيهمش وثاني كنحب دائما نتجنب هذا الكوتي. وتشوفيه جانب تشوفيه ايجابي ولا سلبي اللي راهم يقدموا فيه؟ شوف كاين دي فوا في مصانعين محتوى الله يبارك عليهم يديروا لي لايف تاعهم بصح لايف ليس تافه ماشي شغل لايف يعطي عليه نصائح. أيوة. منا مش هذوك اللايف تاع التفهاء كيما مخرجوا لي انا سمكه انا سمكه انا سمكه انا مقلات انا مقلات انا مقلات والناس يتفاعلوا معاهم جو سي با بوركوا ناش يتفاعلوا معهم انا نتخلع حقيقه. هنا المشكل منين يبدا من انا سمكه ولا من يدعم السمك؟ بون المشكل يبدا من هو يدعم السمكه باسكو هو الان هو يقول انا سمكه انا سمكه انا سمكه و دي فوا تشوفها انورمال انا سمكه 24 ساعه انا سمكه
وش تقولي له لو كان يتفرج فيك انا سمكه سيد؟ انه ماشي جزائري هو قلب مو جزائري اكيد لكن اقول نقول له كاين بزاف فرص وكاين بزاف محتويات تقدر ديرهم كخير من انا سمكه وتقدر تبدل بزاف حاجات اي با شغل كاين بزاف المحتويات كاين بزاف مشاريع كاين بزاف مواهب ما تقدر تروح من انا سمكه وتروح حاجه واحده اخرى. صح اروى وش هي اصعب حاجه قادر تقابل موهبه صغيره دخلت المجال الشهره ومجال التمثيل؟ اصعب حاجه الحاجه اللي ربما سلبيه واللي تنصحي بها الموهوبين اللي راهم قدك باش يتفادوها؟ الانتقادات اكثر حاجه. الانتقادات هما اكثر حاجه باسكو الانتقادات هما يساهموا باش يحبطوك باش يخلوك تحبس وما تزيدش كاع تزيد وشغل خلاص تكتئب والاكتئاب اي با وانطوائي. ومنا انا نقول لهم غير تدخلوا مجال التمثيل ومجال المواهب والى اخره لازم يكون عندكم الثقه والشخصيه باش تقدروا تتقابلوا كاع دوك الانتقادات تقابلوا كاع هذوك. وتانيك لازم يكون عندكم قيمة دراستك منا لا يكون عندكم بيناتكم احترام منا هكاك شغل باش يكون عندك قيمة وتاني يكون عندك شخصية قوية. جميل جدا. بالنسبة للجديد رمضان 2024 مازال ولا سر ولا وش عندنا؟ انا ما قدرش نقول باسكو الى جاو عليا المخرجين اما يقولوا يقول لي فيلم بسكوت ما ان شاء الله وثاني يقولوا المخرجين ايا ديرونا لي فيلم اكو غير شويه تفكرونا يا ما تقعدش هكا يا تفكرونا شويه. صح اروى نرجع شويه لوتسوف تفكرت واحد الحاجه باه نحكوا عليها. اروى راكي تعملي في حفلات في الولايات؟ نعم نعمل في حياتي في حفلات الولايات كل ولاية ندير عليها حفلة صح واتسوف الأطفال الصغار الأطفال الصغار بصح درت في شلف ما عنديش بزاف مين درتها كنت حابة ندير حفلة في واتسوف مي هذه الخطرة قررت باش نحوز في واتسوف والخطرة الجاية بإذن الله نجي باش ندير لكم حفلة إن شاء الله. إن شاء الله راح ترجعي لنا في حفلة وراح تكون تغطية خاصة إن شاء الله للقناة. نتمنى لك كل التوفيق يا أروى. نروحوا مباشرة للفقرة الثانية أعطينا خلفية موسيقية خفيفة ونروحوا على السريع على سريع الفقرة الثانية هذه يا أروى راح نسألوا فيها أسئلة سريعة وإجاباتك الثانية أنت تكون سريعة. أوكي وبدون اي اطاله ما تخمميش. شوف انا تاني نعطيك اسئله انا بديت نوعرها لك شويه. يلا نروح يا اروى. التمثيل مدى الحياه ولا الغناء مدى الحياه؟ اذا كملتي في التمثيل نحبس الغناء واذا كملنا في الغناء نحبس التمثيل. هي الموهبه تقعد موهبه وانا ما نشكش نخلي الغناء ونقعد في التمثيل ولا نخلي التمثيل ونقعد في الغناء. خيري لنا واحد. التمثيل افضل. التمثيل افضل راح الغناء. احسن عمل لي اروى؟ احسن عمل لي هو احسن عمل لي هو خالي. ممثل تتمني انك تفوتي معاه ولو في مشهد؟ مروان قروابي. جميل جدا. موقف صار لك اثناء التصوير ومستحيل تنسيه؟ كاميرا كاشي تخالي بكوني بدموع. احكي لنا عليه. هي داروا كل عام يديروا لنا كاميرا كاشي واختار داروا لي كاميرا كاشي وبكيت بدموع درت له كاميرا كاشي ومن بعد ديك المقلب دار عليا داروا لي كاميرا كاشي. وكيفاش كانت الكاميرا كاشي هذه؟ انا درت له كاميرا كاشي في الاخير قلت له غلطته ومن بعد قلت له كاميرا كاشي دخل على راسي ومن بعد ديك قال لي منا وعلاه درتي هكا وليكيب تكنيك بدا عيط وكاع شغل هادتني عمري وبديت نبكي. خلاص ما عاد قلبها عليك في البلاصه بعد باهي. قدوتك في التمثيل محليا؟ قدوتي في التمثيل محليا ايوه القدوه. حضروا باش يودك السؤال هذا حياتك كل. القدوه ديالي كان عندي بزاف قدوات كيما بشرى عقبي مروان قروابي جعفر قاسم كان بزاف ممثلين. اعطيني اسم على سألني قلنا على السريع انا مو متخممين. جعفر قاسم. وعالميا؟ عالميا. شوف عندي مشكل في الاسماوات ما شفتش. اعطيني دور ليها على سبيل المثال. دور ليها تفكريها الشخصيه هذه نقول وانس داي اللي مثلت في 2023 هذاك الفيلم تاع وانس داي. باهي نروح هذه حتى انا ما عرفتهاش الممثله. نروحوا تقراي شويه كتب. اروى نقرا كتب. اخر كتاب قريتيه؟ لا تصلح لي الفشل. لا تصلح لي الفشل. لا تصلح لي الفشل. احسن اكله طيبها ماما في الدار؟
الحوت ما تبدلتش انا من اخر لقاء هذاك والحوت. افضل يوم في حياة اروى. افضل يوم في حياتي انا ما عنديش يوم. انا افضل يوم في حياتي ما كاش باسكو ماما دائما تكون معايا وتكون تفرحني, معناتها ما عنديش افضل يوم, كاع ايامي سعيده والحمد لله. اعطيني يوم فيه موقف مليح ياسر فرحتي فيها. ياسر اي لا راح نرجع لان نقلبوها الأسوأ يوم. أسوأ يوم في التوتر كي كانوا حيعطونا لي بلتان توترت, معناتها كان أسوأ يوم لي. شتاء ولا صيف؟ شتاء. ما تحبيش سخانه؟ لا صيف نورمال عندي بزاف, أفضل شتاء. قهوه ولا تاي؟ ما نحب لا تاي ما نحب القهوه. ايضا ضوء ولا ظلام؟ ضوء 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 ضوء. اجتماعية ولا انطوائية؟ اجتماعية. نروح الأسبوع بدون انستغرام ولا أسبوع بدون موسيقى؟ أسبوع بدون موسيقى. موسيقى الانستغرام مستحيل. لا ما عنديش حاجة في الانستغرام بصح أفضل أشوف الانستغرام خير من الموسيقى. أكثر إنسان داعم الأروى في حياته؟ هو المناجر مر لفامي ديالي. من بعد العائلة. هو الداعم ديالي, هو المناجر ديالي عبد الرزاق, اللي نعطيه تحية كبيرة ونقول له نحبك ونموت عليك ونعتبره كيما خويا الكبير. جميل. إنسان مستحيل تسامحه أروى. أنا؟ ما عنديش شكل عن ناس؟ ما كانش إنسان غلط في حقك, إنسان ظلمك, إنسان كان قادر يعطيك الفرصة وما أعطاكش, حسيتيها ذاته ما نقدرش نقول نحشم عينيها دمعت راح تفسر لنا الوالده تاعها من بعد. أروى يقول انك تتحمل ياسر رغم صغر سنك الا انك تتحمل ياسر. ايه نتحملوا ثاني كي كان مشاكل نتحملوهم. هذه هي انا نتحمل بزاف حتى نكمل حتى الدور ديالي. كان بزاف مشاكل ما تمتلني شي ارواح تمتلو خلاص. كان بزاف التحمل ضغوطات كان بزاف لازم نتحملوا باش نقدروا نديروا تورناج. نعم كما قلت تحمل يا أروى باش يتحملوا معنا ثاني مشاهدينا الافاضل. فاصل قصير ونرجع لهم. عودة إليكم مشاهدين الأفاضل في كل مكان ومواصلة في فقرة على سريع باش تكوني أسرع على مرة هذه. أروى مشهور حابة تلقاه؟ أروى مشهور حابة نتلاقاه بسرعة. أروى تاع البطحة. الروحة أكي ما عطيتينيش الاسم. نسيت اسمه, عندي مشكلة اسمه. خلاص الاسم هاي الروح لأخوك اللي ما جابتش ماماك.
ما عندي ما نقول، مي صح ضغط لي، مي الله غالب مكتوب ربي. وان شاء الله كيما انا نشوفكم كاع اخواتي. يلا كم نشوفهم كاع اخواتي، وكيما انت نشوف خويا الكبير ماناجر ديالي عبد الرزاق، نعطي له تحيه. ايمن خويا الكبير تاني كنعطي له تحيه. انس نعطي لكم كاع تحيه كبيره من عندي، نقول لكم انتوما كاع نعتبركم اخواتي الكبار. صح. الان اخر سؤال في على سريع، معلومه ما يعرفوهاش الناس على ارو، معلومه يعرفوهاش عليا. بون معلومه يعرفوهاش عليا، يعرفوا عليا كلش، يقبوا عليا كلش، ما عنديش ما عندهمش معلومه تعرفها غير ماما واروى وبابا. ما كانش. يلا سيدي، هاي باش يلا باش نتحدوا بعضنا. هاي عندك الورقه والسياله، وانا عندي ثاني خمس كلمات مقابل خمس كلمات. صح، بومردسيه وكلمات صوفيه. نبدا بالكلمه الاولى، نبدا انا الاول وانت الاول. كيما تحب انت سيده اولا. انا ابدي يا سيدي. يلا كلمه بومردسيه. ما تصعبيش، هاني صعب. نحوش لك على كلمة ماشي صعبة وماشي سهلة، متوسطة. ربي يجيب الخير. هاي هي سوسم. سوسم؟ ايه. أعطيه لي في جملة. انت سوسم. مليح، انت انسان مليح. لا عكس. لا. سكوتي، ما تتكلمش. ايه ما تتكلمش. ايوه شكرا لك. يلا سيدي. العامي. العامي. ما كاش ما عرفتها جملة. اليوم روح للعامي انا وياك وزينب. العامي الصحراء. يعطيك الصحة، العامي هو الكثبان الرملية. يلا روح يا سيدي. اشو. اشو، اعطيني لي في جملة تصعب يا اروى. مو مدرسة هذه تكلموا كيما هاك. اشو هذه قبائلية، انا كلها. ايه صارت صعب. ما كانش عطيته حتى الوالدة ما عاونتنيش. شو اهلا. لا. اروى. اشو. يعني هيا. لا. وش معناتها؟ انعم. انعم، هيا خلاص به. روح انا نسهل لك. غنجاية. غنجاية. غنجاية، اعطيني في جملة. جيب لي الزغناجي ولا جيب لي غنجايه. غنيه. لا لا غنجايه. اكيد ديما تستخدمي فيها الغنجايه. شو ما تلفتيش غادي، لان مش يعطيك الغنجايه. مغارفه. خلاص اقلي، يعني قلت لك انا واحد زيديني كلمه ثالثه. امي. امي عاد جي فيها من راسهم هذه ولا كيف؟ لا لا صحيح. عاد اعطيني في جمله. أمي. هذا أمي. أمي ما يتكلمش. لا. صغير. هاك قريب جيبها. بيبي صغير. أمي أروح. أمي أروح. أمي أروح. صافي قلت لها بليك مش بعد الشك. باه يا سيدي. ما عرفتهاش. قلتي أروح. لا مش أرواح. ابني. ابني طفل صغير. ايه دي حتى انتي ما تسعيش. يلا الروح و يكرف. يكرف يحفر. لا يكرف. اعطيني في جملة. كيف انا اعطيك جملة؟ ما كاش كيفاه جملة. انا اعطيك جملة. يكرفها من بعيد. حاجة قبل ما تجي يكرفها من بعيد. يشوفها من بعيد. لا. يغزرها من البعيد. لا. يشمها من بعيد. يشمها من البعيد. هاي كلمة أخيرة يلا. أنا. شو نغير لك؟ الزلف اللون. إي هذه سلام عليكم ولا صباح الخير ولا أهلا وسهلا. أيوة. الزلف اللون. هاي كلمة أخيرة. قعمز. قعمزي. قعمز. إي. ما باليش شنو. قعمز، أعطيني في جملة ولا. هاي نروحوا نقعمزوا. هاي نروحوا نخرجوا. لا. هاي نقعدوا. نقعدوا. قعمز اقعد. خلاص تعلمت شوية كلمات. ايه تعلمت. يلا يا سيدي نروحوا للفقرة الثالثة قبل ما نروح الفاصل ونستقبلوا الوالدة. عندنا فقرة خلي كلمة. روح خلي كلمة عبد الرزاق. خلي كلمة، راح نعرضوا لك مجموعة من الصور لأشخاص.
عزاز عليك وباش تخلي لهم كلمة. كل واحد شوفيه في اللايف وتعطينا عليه كلمة. روح لنا لللايف. يلا أشخاص هضمين لهم فضل كبير عليك يا أروى. هاي ليك تخرج لك الصورة تشوفيه وتعطينا تعليق. نروحوا للصورة الأولى. طب شوفينا الصورة الأولى من هو فيها واعطينا كلمة عليه يا أروى. ما زال مخرجت السويرة. يلا حمست صورة الوالدة ديالي. أول حاجة وش قصتها الصورة هذه؟ قصتها بلي كنا حندير شوتينج وكنا في كندا. أيوة إيه وكنا حندير شوتينج وماما كانت مشطلة شعري. مي بالنسبة لماما نعطيلها تحية كبيرة وهي اللي كانت السند ديالي وقعدت معايا حتى وليت هذه المرتبة وإن شاء الله نزيد ونشكرها بزاف ونعطيلها تحياتي الأكبر ونقولها نحبك ونموت عليك وجو تام وجو تادوخ وجامي راح نخليك ونحبك وانتي السند ديالي ويدي اليمنى ودايما نفرحك ودايما نحبك تكوني مبتسمة وجامي تكوني زعفانة ونحبك ونموت عليك. ما بانش كيفاه نعبر باسكو من قوة نحبك بزاف. شغل الى نعبر واقع ندي كاع دي خلي ليميسيون تروح وانا مازال نعبر. لو كان نتبادلوا صفة بصفة بين الوالدة تاعك وبينك، تعطيها صفة هي ما عندهاش وتهزي صفة انت ما عندكش منها. كيفاش ما فهمتش؟ على سبيل المثال وش ورثتي من عند الوالدة تاعك؟ صفة من صفاتك هي تشوف فيها في نفسها في الوالد. عينيها. عزيزتي عينيها. بالنسبة للتحمل، الصبر، الابتسامة ديما. ما الصبر أنا عندي هي ما عندهاش. أيوة تعطيها شوية صبر. وش تهزي من عندها؟ وش الحاجة اللي ما عندك شوية عندها؟ زيد أسنى زيد شو نسكر. عندها صحافة أكثر مني. كيف عندها فصاحة؟ فصاحة يا صحابة. طيب عندها فصاحة أكثر مني. تقول كلام كل قلتيه. كل كلام كل قلتيه للوالدة. مش هروح نشوفه الشخص الثاني وش مش تقولي عليه. ما خليتي له حتى كلمة. المشكل يلا دي مرانا نسيناها شوية في اللقاءات الصحفية. الشخص هذا لا مش شخص معليش راح نروح ولا نبع. اعطينا الشخص هذا سي عبد الرزاق هو اخويا الكبير نبغيه ونموت عليه وهو تانك من واتسوف. صح كيفاش عرفت على عبد الرزاق وانت من بومرداس؟ هو تاني كان يقرا في جامعة بومرداس وتعرفنا عليه وكان لقاء جيد ونعتبره كيما اخويا الكبير ونحبه بزاف ونعطيه تحية كبيرة من عندي. احسن موقف صار لك مع عبد الرزاق؟ احسن موقف صار مع عبد الرزاق في معرض الكتاب. هو في معرض الكتاب بطلي كادو وشرى لي ان مونغا. احسن موقف ما تنسيش حياتك كل. جميل جدا. روحوا للشخص الاخير واللي هو باش تحكي عليه مسق لان ديما رانا ما ناش لان نشوفه فيه ولكي تحكي عليه. ماما مدي كل شيء. الصوره الاخيره بابا. بابا نعطي لك تحية كبيرة. يضحكني مرحني ديفو يخلعني قاع. وثانيك بابا أستاذ في الجامعة وثانيك تلاميذو يعرفوني وقي نص لي زابوني ديالو تلاميذو نص لي زابوني ديالي تلاميذو. أيوة وبابا ما يحبش يزيد نقاطي. تطلع السمات على التحبط ما يزيد لكش نقاطي. بصح نعطي له تحية كبيرة مرفق عيني يعاوني تاني كيشجعني كيما ماما يشجعني تاني ماشي كونتر على الموهبة ديالي اللي التمثيل على الدومين ماشي كونتر. أكبر حاجة يقولوها لك التلاميذ تاعو أنه باباك ما يمدش نقاطي. باباك ما يمدش نقاطي. أروى باباك دايما يهردنا في القاط في لي نوت. أروى تقري في بومرداس جامعة بومرداس اللي كان في الجامعة زعما أنا نقرا في جامعة بومرداس جي بونس با ما حتى نحب ندير سبيسياليتي وحده اخرى. صح نعرف لو فرونسي وكاع بصح نحب ندير سبيسياليتي وحده اخرى كيما لي لونغ وحده اخرين ايتو. شغل نحب ندير حاجه جديده ما نقعدش الفرونسي باسكو ما تروحيش للتوجهات اغلب طلبة. الناس كل تحب تروح طب ما نشوفوش اروى طبيبه يوما ما. ما نحبش نكون طبيبه بصح نحب نكون طبيبه بيطريه. ايوا و باسكو نحب بزاف الحيوانات هذه دخلها في القطط تبارك من بعد احس
بس كنحب بزاف الحيوانات حتى حنا عندنا زوج خطوط نموت عليهم نحبوهم كيوت. يلا اروى هكا نكونوا تقريبا كملنا فقره خلي كلمه. روحوا لفقره لو كنت ثاني بسرعه وروحوا الفاصل القصير مباشره. لو كنت وسيله نقل يا اروى طنوبيل. ما تكونيش طياره. طنوبيل. لو كنت لون من الالوان اسود. اكله شخشوخه. علاش شخشوخه؟ ما لقيتش. حرف ألف. عربة. فصل شتاء. شتاء. رقم 10. علاش 10؟ كاين ناس يقول لك رقم 1، نمشي ديما نكون رقم 1. 10. شكل هندسي دائرة. دائرة. شخصية تاريخية نعاونك. كاين بزاف. اعطينا اسم. روحوا لالا فاطمة نسوم. لالا فاطمة. اي قناة تلفزيونية لو كنتي قناة. او يسكب اللايف كما تقوليش التحرير عادي طول. ستار كيد. كانت برنامج ستار كيد. لو كنتي ولاية. ولاية تشوف راحت بمردد. لو كنتي شهر. شهر جانفي. جانفي. يلا سيدي مباشرة فاصل قصير ونستقبل الوالدة إيمان كحلي. كحلي. يلا مباشرة بعد هذا الفاصل القصير لتذهبوا بعد فاصل قصير ونرجع لكم. عودة إليكم مشاهدينا الأفاضل في كل مكان إلى الفقرة الأخيرة واللي راح نستقبل فيها السيدة إيمان كحلي أم أروى مهراوي. أهلا وسهلا بك أستاذة إيمان. الله يخليك وشكرا على الاستضافة. صح أول حاجة موش أول لقاء إعلامي وأول ظهور. ما نهرش بزاف ما نحبش. لما تشوفي أروى يا أستاذة إيمان أول كلمة تجي في بالك؟ طموحة. طموح أهم صفة في صفات أروى هي طموح. طموح.
جميل جدا. أصعب حاجة ثانية في أرو كيف بالشفط حق تصمم على حاجة تديرها كان دارت حاجة في راسها ما يغيرها ما يغيرها حتى حاجة عندها مرات تسمع كلامكم ومرات ما تسمعش هي في الحقيقة تسمع كلامي أيوة ميك شغل تهبلك تعندي لك ماما تعيشي ماما تعيشي حتى تخطات ينحب يا نزعف يعني لا شغل تقنعك بطريقة تاع صح. بالنسبة للأهم لحظات تحضري معها في التصوير دايما نعم. المرافقة الأولى للأروى في التصوير نعم. أكثر الأصعب اللحظات اللي تعيشيها أنت كأم لما تشوفي بنتك في مواقف مليحة وانت تشوفي بنتك رايحة في طريقها للنجاح ولا وين حبتها توصل واللحظات الثانية العكسية وانت تشوفي بنتك ربما تنحقر بنتك ما يعطولهاش حقها باش تعيشي كل لحظة منهم يا صراحة أنا نفرح كي شفاك تعفتها الدار وهكا دايما نخمم بلي نشجعها ودايما نوقف معاها مخطرات صراحة كنقعد في الكواليس نشوف حاجات شغل كاين حاجات ماشي احنا متربيناش عليهم ما نحبش بنتي تديرهم ما نحبش نخاف منها نخاف ولا نحب نشجعها ما نخدش نحي لها حاجه تحبها وما نتو نخاف عليها يعني دائما انا قاعده في الكواليس وني نخمم كيفاش كي تخرج لازم نعطيها النصيحه كيفاش نجيبها لها كيفاش نقنعها باش لازم احنا ما نكونوش هكذا كيفاش هذه دائما نخبطات ما نرقدش الليل وعلى تانيك الحقره والاخر احنا انا في مجتمع الحقيقة حقار وكل ما جات هي عندها طموح ما تقدرش تكمل امبوسيبل طفل وكل ما جات حبه وشي دير ما تقدرش تكمل في هذا الدومين خاطر خطرات انا ما نقدرش نصبر هي تقول لي معليش ماما خليها تكمل على وجهي المهم ننجح نكبر ان شاء الله ونحقق خطرات خاطر تشوف حاجات لا غالب خطرات يوجعك قلبك ما تقدرش وهي كي تحب ما نقدرش نهضر لها صح. الدمعه الان اللي راهي في عينين استاذة ايمان وش السبب تاعها الخوف الخوف من ماذا؟ نخاف عليها باسكو الشهرة واعرة ونخاف من الناس خاطرش ما ترحمش غلطة فلقة كما يقولوا انا دايما نحب انا ما نحبش تكون منافقة تاع زعما تكون في المواقع حاجة نحبها تكون شغل كوركت انا هكاك انا القرا مليح انا نخاف ربي انا ما نديرش هذيك الحاجة باسكو انا تربيت هكا فهمت وانا متحدية الدنيا دوك حنا انا في مجتمع جزائري صح. دوك من جميع عبد يقول لي كيف تخلي بنتك في هذا الدومين كيفاش ما تخافيش عليها ما تخافيش دوك تكبر كيش ما تدير ولا انا دائما نقولها اروى انا تحديت الجامع لازم انت ما تطيحي لازم انت تعرفي كيش تسيري لازم تعرفي كيفاش لانه يوصل وين وقت ما عادش تقدر تدخل الوالدة وتولي هذاك هو الخوف على الترعي الكبير صح نحسها هي تعرف تخمم وغلاستون راهي تعرف تخمم وان شاء الله تكمل هكا صح كيفاش تعملي مع اجواء الشهره للاروى في سن صغير نقول لك واش ندير انا الحاجه الاولى اللي نعلمها قلتها بروحها وتخاف ربي ممكن يكون معها تغناج كي نكملوا احنا ما عندوش الناس كملنا التغناج احنا عندنا حياتنا الخاصه عندنا ما عندوش الناس كل واحد يعيش كيما يحب كاين حاجات نشوفهم في التغناج احنا ماشي كيما هما فهمتني يعني نعلمها باللي كل واحد وحياته الخاصه احنا ما نشوفوش ما نديروش واش يديروا احنا نخافوا ربي احنا نعلمها باللي قبل ما تخمم تعاند ولا قبل ما تخمم دير حاجه تخمم اسكو عند ربي راح يقبلها ولا لا صحيحه ولا غلط صحيحه ولا غلط جميل جدا كيفاش واش توجهي الان رساله للاولياء اللي ربما عندهم حتى هما ثاني اولاد صغار وعندهم مواهب ولازم يدعموهم ولازم انا نصيحتي للاولياء انه يشجعوا مواهب اولادهم خاطرش الموهبه تزيد في الثقه النفس تاع الطفل انا اخترك في تغناش تاع خالي جات لي طفله قالت لي في ذاكرتي واش قالت لي قالت لي طاطا صافي بزاف البنات يجوا يقولوا لي كيف طاطا كي واقفه مع بنتك وتشجعيها ونقعد ايماجين قاعد في الكواليس نعيا هي تورني مي انا نطلع نحبط نعيا خطات ما ناكل واش خطات يقولوا لي كي تشجعيها كي واقفه معها قلت لها هذه الطفله جاوبتها قلت لها اي ماماك قالت لها بالك كانت تخاف عليك انت تقراي مي دوك كبرتي خلاتك قالت لي لا لا كي كبرت خلاتني اني دوكا جيت بتخبيه انا ما نخليش بنتي دير حاجه بتخبي عليها حبت حاجه نديها نشوفها معاها اسكو مليحه شوفي يا بنتي هذه حاجه مليحه ني ندعمك ماشي مليحه نفهمها علاش هذه ما تضرك والاخر خلينا نشوفوا ربما الاولياء ما يحبوش حتى يحكم مع ابنائهم وانت تقولي الحاجه غلطه بصح علاش غلطه ما يفهموهمش وبالتالي تبقى عندهم تقعد لك هذاك الاخر صح
والطفل من بعد يعود تقدر تقدر صاحبتها تديها تقدر دوكا دوكا المجتمع راه يا ربي والدار يتربيك تخرج برا تقدر كاين تشوف حاجات واحد اخرين وفي الدار تاي حاجات واحد اخرين دوك لازم لازم صاحب بنتك لازم نهضر معاها لازم انا كل يوم نقعد خمامي كاع كيفاش نجيبها لها خاش دوكا تاني راهي تكبر ماشي كيما كانت صغيره كيما صح ماشي كلمه تفوت ماشي كلمه تفوت دوكا كاين بزاف حكاياتنا صح كيفاه الان راكي تساعدي في اوا باه تطور من مهاراتها في هذا المجال اسكي راكي تدخلي فيها ربما لدورات ولا راهي تدرب دائما في الدار ولا كيفاه راهي تفوت حقيقة أنا تخلعني خطرات كنشوفها تجاوب والآخر نلقى ما شاء الله مهي تقرأ كتابات نحب نخليها تقرأ كتابات نحب نعطيها معلومات أنا ما نحبش نعطي حتى معلومة ما دبي وكان حاجة صغيرة تتعلمها بنتي ما نحبش ما تبخل عليها بحتى ما نخلع عليها بحتى حاجة لو كان تكون في طرف الدنيا نوض وبلا عجز نديها تتعلمها ودير نديلها تانيك جميل نروح نرجع شوية الأروى قبل ما نختمو أروى لما تسمعي كلام هكا من عند ماما وش هو الشعور اللي يجي؟ كيما هضرت نسمع شعور ديالي هو نزيد نتحمس نزيد نكون أكثر طموحا باش نزيد نطور نزيد نطور من روحي وكيما قالت لك تحب تخليني نقرأ بزاف كتابات وحتى الكتابات ملاح لينا كيما كتاب لا تصلح للفشل هذا كتاب رائع وخليك صح ما تصلحش الفشل وخليك تانيك تنظم أوقاتك تكون اجتماعي تنظم أوقات للدراسة وأيضا أنا أشكر ماما بزاف وكما احنا نقوله هي صاحبتي الأولى والأخيرة my best friend forever جميل هو أروى خلينا نكون صريحين الحاجة اللي خلتك ربما تكوني قاعدة في الكرسي هذا بعد إرادة ربي زينب زينب بلا ما ننسى زينب صديقتي المفضلة أحبها جدا نموت عليك زينب ونعطيك تحية كبيرة لأنها مر الكواليس بصح نقول لك نحبك ونموت عليك كيما خويا عبد الرزاق أنت كيما أختي الكبيرة حاجة أنا زينب نشوفها غير في التواصل الاجتماعي نهضر معها غير في التواصل الاجتماعي بصح أول مرة نشوفها وكي كنا في الطريق قلت لها ماما أنا حلمي تكون زينب صديقتي المفضلة باسكو أروى مازال ما لقات صديقة اللي ما باليش مازال عباك في هذا الدومين ماشي فاصل تلقى صديقة صحيح خاطش أغلب أصدقائها يحكوا لها يتقول لي لا أنا نحب كي نخرج برا نلعب نجري هي أصدقائها كيفاه تمثلتي شحالك يدخلصي شحال عباك أطفال وش يحكوا أديني كيفاش كديري هي ما تحبش تحب تكون صديقتها اللي تحكي لها تلعب معاها الأخر تمنات كانت تتمنى زينب كانت تلاقاها ان شاء الله هاي الحمد لله تلاقاها هو من حسن حظك انا ما نعرفش عبد الرزاق لكن من بين هنا في الولايه هذه كل من بين ابرز اللي ربما يعول عليهم زينب وزهرك يعني ما يدربي هبطي هكا هبطي في زينب يعني حتى هي تحس اختيار المناجير امر مهم شوف انا تنك ايضا وماركت حاجه في ناس وتشوف باللي شغل يحبوا يعطوا المعلومه يحبوا شغل يحبوا يعطوا المعلومه للاجيال القادمه يعاونوهم يعطوا لهم معلومات حنا في نصائح حنا في الجزائر يعطيك معلومه شغل او خايف تفوتيه او شغل مش حبيت تتقدمي او حب دائما تروحي للور عانيتي منها النقطة هذه ياسر نعم عانيت منها بزاف بزاف صح أروى وش تقول لنا كلمة أخيرة قبل ما نختمو بو كلمة الأخيرة ديالي نعطي تحية لك اللي كيب تكنيك ورا الكواليس وتاني نعطي تحية الوالدين ديالي هذه عين ماما وهذه عين بابا ونحبكم ونموت عليكم الوالدين ديالي المناجر ديالي عبد الرزاق وتانيك أيمن وأنيس نقول لكم نحبكم ونموت عليكم وزينب لا منسى أختي كبيرة نقول لك نحبك ونعطي تحية لكاع اللي راهم لهنايا وتحية لكاع الجمهور اللي راهم يشوفينا وكاع الناس وتشوف شكرا أستاذة إيمان كلمة أخيرة يعطيكم الصحة على الاستضافة ولا غير فرحت بزاف شكرا لكم وشكرا لك العفو شكرا لك أستاذة إيمان شكرا أروى شكرا عبد الرزاق بكار شكرا زينب وشكرا لكل طاقم قناة تحرير ويب تي في وشكرا أيضا لكم مشاهدينا الأفاضل على حسن الإصغاء والمتابعة نتلقاو في عدد مقبل من برنامج ساركيت من سيكون ضيف السبت المقبل هذا اللي راح نتعرفوا عليه إن شاء الله يوم السبت شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة سلام مع السلامة